اول. سبحان الله السؤال مدير اللي صامين ناصر. يلا لا بروح استديو بروح استديو والله. يوم شالوا البث سبحان الله اسمعوا الاعلان قاموا ما لهم خلق سوالف. لو باقي على الرجعه متصنعين انكم متصنعين والله متصنعين. اسمعوا فاصل طلع اليوم. شوف بما ان عندي بث اليوم البارح لا اليوم بث بعلمك ابو مسعود. تبي ترفع لك المشاهدات؟ حلو. تبي دعم فلوس؟ حلو. جبر تجي ترفع المشاهدات؟ هلا برفع المشاهدات بطلع معه. اسمع يا ابو مسعود انت ابو مسعود انت ابو بري. ها انا يوم سويت بث اليوم ايوه كنت تعبان. ايوه عندنا شيء بس ان تعرف ايوه تعبان يود يعني ما لي نفس. حلو جميل يعطينا جوال قلبك يقولها لذا. ساك وادخل ادخل شوي 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 قال لي انضم يعني حتى في الوقت هذا كان كنت ابدا احفظ دي سوق. هو لعبت تحدي انت وبدا دخلنا سوق ما عرفنا لعب تحدي مو معروفه اي قبل معلق جمهورهم يوم جاتنا سود والمهم وشوي الا يوم قاموا يدخلون الناس يدعمون ويسولفون يا ولد اخليك من الدعم وخليك من الامور الماليه يا اخوي. التعليقات كلها كلام ايجابي كلام ايجابي كلام ايجابي. اشهد بالله انها جرعه معنويه يا ولد جرعه معنويه بشكل ما تتصورون. المهم شوي الربع انا اجيب العيد بنفسي تدرون اللي قريت التعليقات خليه يكمل اسلم بليز. لا قريت التعليقات علام لا قريت التعليقات ما اقدر اقراها بقلبي. لعبتي ذي قسم بالله لعبتي ما اعرف ما اعرف عبد العزيز انت وش تقرا مثلا في كومنت يجيك خايس مثلا ذاك الافضل. ايه انا فهمت ما اقدر لازم اقرا قدامي ايمن اعطني هذه بس والله يا بنت الكويت هي والنداوي بيض الله وجهك انهم ما فيهم حيل. المهم يا طويل السلام شوي بيض الله وجهك شوي لا يجيني واحد من قطر يعطيني ما ادري وش هو. المهم انه واحد غالي سفينه ما ادري سفينه بيض الله وجهك. شوي يوم بنت الكويت جت درهم لا بدا اول شيء استورده اثبات وجود طق ورده سؤال شوي انه في البث الا يسجل بعد الاسد الثاني دقيقه اسد ثاني ما شاء الله بعد الاسد الثاني سياره تستاهل ما شاء الله بيض الله وجه وبعد من هو بعد اللي داعم الثاني والله انهم كلهم واقف تباري بعد البرنامج ها تباري تباري انت باري بالله احيانا تسرق من داعمين ليه اسرق ثاني يباري ما نشوف واحده تستس تعرفك عقب ماني بتستس ويطبق السحر على الساحر النداوي النداوي تستس ما يصير تستس الله يصير النداوي يوم قفلت البث اول ما قفلت البث اشوف النداوي مرسي يقول المعذره توني صح هاي يا النداوي تدري ترى هو والله ما ادري بس انه بيض الله وجهه لو انه حضر حصل معه صراقه قوي على انهم وعلى انهم مقفلين القستات يعني يقول لا تدخل القستات يقولون الاذا ادخل مع ابداع لا تدخل مع اخويا دخلت مع ابداع عادي وجينا سوا لكن ارسل له ابداع مباراه انا وني منك اسوق الفيلم اسوي روحي هلا ابداع وين انا لا حتى دخل لا سقناه بعد سقت الفيلم اول ما دخل اوه مشهور ابداع ما قبل تحدي ما انقبل بينهم تحدي فلوس ما انقبل تحدي ونسولف شيء نسولف شيء قلت له اطلع بس اطلع يا رجل سقى بس في سود عندي هنا في سود سقى كبر ايه اليوم اليوم عندي بث الصباح الماده انت معلنتوا اي اليوم تعالوا كلكم عرفت ليش انت اكثر مني ولا قطع وردك عرفت ليش اكثر مني انا فكيت بث كذا بدون اعلام بدون شيء جاك اعلنت انا جيك انت اعلنت الصبح علمت انه بثكم بكره في البث اي اعلنت في بث انا بث يوم الربوع طيب خليني اعلن يا ربي يجيني احد انا وين انت اذا جيت معك رفعت مشاهداتك تعطيني بس هذه حركاتك عاد تغير جيتك رفعت مشاهداتك اربع دخلوا عندي مشاهير دخلوا عندي مشاهير ما راح اذكر اسمهم الا عرفت ما اذكر اسمه الحين اجيب العيد فيك تجيب العيد فيني ليه؟ ها؟ وش العيد ايش؟ اذكر اسمه لا مو ذاك مو ذاك انا اقصد ثاني ترى نفسك ذاك ترى ما انصحك تقول اسمه الغلط بتكون عليك انت ليه انا شوف بس جبر البث اليوم نصيحة من افتحها والله نصيحة من اول ما يعطينا الجوال تلقب انت اللي بتلقب والله اي والله بحصلها بساعدك انا معك عشان يجينا الدعم يجينا دعم قوي نبغي سود ونبغي قطاوة ونبغي سلحفاة
ونبع نبغي ايش اسمه جمل لهذا. شوف هذا ابو مسد يسمى اسلوب استغلالي حبيبي. قام يطلب مو اسوي قام يطلب اعطوني ترى ماني بشحاد يا الربع اللي بيعطيني بيض الله وجهه اللي مو معطيني بيض الله وجهه الامور طيبه ثلاث ثواني صار متسوي اسمع قول له يا الله قول له يا الله لا يقول نبي الجمل انا الحين شوف الدعم ذا يحسبون الناس ان لما نقول نارح بيض الله وجهك انها نوع من النوع حتى واحد يقول مدي في التاريخ يقول جابر الزمي صح طيب انا مشفرها تصير غبي وتقول هذا الزمي باقي لا ويا هم يعرفونه خلاص صح ايش هو والله طريق جبا ما تحمل لازم اكمل يقولون انك انت لا تطلب فزمه فالشخص من دعمك اكيد بشكره بفرح به انا اقول شيء صدق الرجال داعمك من محبه او سواء اللي داعمك داعمك من محبه لك وغلى لك وتقدير لك تخيل شكلك كنت بارد قلت يعطيك العافيه يقول قلت والله ما دعمك فكك والله صدق فكك صح هو ما دعمك الا من محبه وتجي الحين لما تحب لك شخص تحب لك شخص وتقدره وجاء دخل لك مع الباب وجايك في بيتكم ضيف ورحبت به انت رحيب قوي حار شفت رده فعل الله يطول عمرك سلام عليك يا حتى هو يبي يشوف الفرحه بعينه ما بتنقهر الا يا ابليسك ولا حق الترحيب الحار هذا الدعم نفس الشيء هذا ترحيب حار الكتروني ترحيب حار ترحيب حار بفلوس فلوس ترحيب حار نعم والله ترحيب حار حتى بعد وش يقول لي فيها احد الداعمين لو تواصل معي في الخاص دا يسولف معهم بالخاص عرفت النظام لا احد داعم لا واحد داعم يعني من قديم اعرف حلو ويقول لي يقول يا ولد الاسود والامور هذه انا بامكاني ارسل لك في جولتك هذه الصباحيه باسود لكن ما ابغاها الحين قلت مساء قال خليك انت تدخل تحديات صح يقول ادخل تحدي وشوف حلو عرفت النظام ايمن تدري شو الخطه تراسل الداعم انت بنفسك تغديت تعشيت تغطى زين نام على جنبك اليمين نام على جنبك اليسار رفع المكيف والله يبغى يدعمني انت بتنام تحت المكيف اكبر بعينه قم صل صليت الظهر صليت العصر صليت المغرب ناقصك شيء شوف استغلالي تغطى زين قبل تنام احلام سعيده تقول قصة قبل ينام اذا صح اذا صح تقول له صحة الدنيا لا فاهمين غلط لازم انا لازم اعرف حل انت كذا لازم اعرف لا لازم اعرف لازم اسوي كذا انا انت تبغى داعمين لا ترى شوف محبه لا الخلق. والله اني قسما بالله اني ترى طقطقت لا تاخذها محبه الناس اللهم لك الحمد مقبول من الله ما اقول هذا بس مقبول قد رزقنا وعندنا هذا لكن انت لا تتفلسف ايمن الوعد تغطى زين ونام تحت المكيف خلاص تم انا وياك لا تتفلسف رجاء محبه الناس يعطيك ربي يا ربي يعطيك ومدري شنو والله ما حبوك الناس يا ان ما يجيك ورده اللهم لك الحمد قلبي. انت اكبر دين الناس يحبونك دعم جاك اي بس اصرح به لا ولا اسكت الظاهر ان اللي خرب علينا بيخرب علينا اني بعلم انا اهل العلوم وايمن قد بث وشاف أي متى تبث الناس ها متى تبث عبد الله فاز ترى فاز على العزيز محمد فاز والله لا ما فزت انا فزت تقول يا ابو راجع جولة انا كم ايه شليهيب عليهم احنا مره وفازوا مرتين كم صارت مشاهدات الدعم جاك ولا جا شليهيب عشان اعرف انت قوي انا وشليهيب كله من اكثر والله ما جاني شليهيب في البث والله اني ما اعرف اقسم بالله ترى انا فاشل بالسوشيال ميديا السوشيال شوف شوف ما اعرف حتى اسمه ايوه جتني الناقه شفت الناقه اللي تمشي زي حق تخيط الدار جمل ناقه هي ناقه بس جمل يا ولد انت لا تدخل البداوه بالتيك توك ابل يلا ابل ابل يعني تخيط الدار الحركات هذه البلديش جت كذا مثل غطت على نص الشاشه يعني دخولية تبدا جت ايوه وجاء القلم اللي يقول كذا المهم ان هم الله يبيض وجههم فرحونا بسوالف معهم والله وبدعمهم وحتى وترى شوف كل الامور هذه ما يدعمونك الناس الا من محبتك اي والله والله العظيم انك تحمد الله وتشكره على وجود الناس بثك يعني حتى لو ما في بثك الا عدد قليل ترى الناس ما ضيع وقته ولا جلس كذا يعني في كل لونهم خمسه قسم بالله إيه ترى ما خلى ترى اللي عنده شغل وترى كل شخص عنده شغل لكن يا ابوي يكفي انه مقابل الشاشه متحمل مقابل الشاشه يعاين في وجهك ويشوفك وش تقول هذه الحاله بحد ذاتها مستانس ترى مستانس وحنا بعد اللي في البرنامج اللي ورا الشاشات ترى والله كل شخص يتابعنا ترى اللي مسوي فينا معروف صح ما تلاحظون ان نسينا البرنامج قمنا تقدم تيك توك ارحب السبيل